أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم هذا ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.